لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الما تي في. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: فوز البنزرتي يعيد مهاجم بارز غير مؤهل لتدريب الوداد الرياضي، عبد اللطيف نصير يتعرض لصدمة جديدة، وحمزة أيس علال يكشف جديد إصابته الخطيرة. فوز البنزرتي يمنح فرصة جديدة لمهاجم ريال مدريد السابق من أجل التعاقد معه بالميركاتو الشتوي الحالي. مهاجم بارز في البطولة الوطنية يقترب من التعاقد مع نادي الوداد الرياضي بالميركاتو الشتوي. محمد أوناجم يفجر مفاجأة كبيرة داخل نادي الزمالك من أجل العودة لفريق الوداد الرياضي. أعاد التونسي فوزي البنزرتي مدرب الوداد الرياضي المهاجم غاكبو لوران جونيور إلى تدريب النادي الأحمر بعدما استبعده في وقت سابق لعدم تأهيله لدى الجامعة الملكية المغربية التي تسمح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب فقط. وأشرك فوزي البنزرتي المهاجم غاكبو لوران جونيور أساسيا في المباراة ضد يوسف ياس برشيد، وذلك للوقوف على مؤهلاته البدنية والتقنية، خصوصا أنه لم تسح له الفرصة للحكم على مستواه منذ قدومه للنادي الأحمر. وكشف مصدر مسؤول أنه في حال اقتناع المدرب فوزي البنزرتي بمؤهلاته فإنه سيطلب تأهيله رسميا على حساب ميشيل باباتوندي الذي فقد رسميته داخل النادي الأحمر. وكان غاكبو لوران جونيور قد هاجم سعيد الناصيري بعد حرمانه من الشقة التي كان يكتريها له الفريق، وفرض عليه التنازل عن جزء من مستحقاته من أجل فسخ عقده، حيث رفض ذلك وأصر على البقاء في النادي الأحمر. تعثرت مفاوضة فريق نهضة الزمامرة مع المدافع عبد اللطيف نصير وأمين تيغازوي للالتحاق بالفريق خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية. وأكد مصدر مسؤول أن فريق نهضة الزمامرة يتجه إلى صرف نظره عن التعاقد مع اللاعبين عبد اللطيف نصير وأمين تيغازوي، رغم أنه كان يرغب بشدة في ضمهما خلال الميركاتو الشتوي الحالي. وبلغت المفاوضة بين فريق نهضة الزمامرة ولاعبي الوداد الرياضي مراحل متقدمة في الأيام القليلة الماضية قبل أن تتعثر في الساعات الأخيرة. كشف حمزة أيس علال المهاجم فريق الوداد الرياضي عن جديد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في المواجهة الودية ضد يوسف ياس برشيد استعدادا للاستحقاقات القادمة. وقام حمزة أيس علال بتقديم شكره لجماهير الوداد الرياضي التي قامت بدعمه من خلال الرسائل التي توصل بها عبر حسابه الرسمي. وأكد حمزة أيس علال أنه بخير ويخضع حاليا للعلاج، حيث أخبره طبيب النادي الأحمر أنه بحاجة لفترة قصيرة من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال المواجهة الودية أمام يوسف ياس برشيد. قرر تونسي فوزي البنزرتي مدرب الوداد الرياضي اختبار المهاجم بلال الزياني اللاعب السابق لريال مدريد في المباراة الودية ضد الضيف الحسني الجديدي، وذلك قبل حسمه في التعاقد معه من عدمه بالميركاتو الشتوي الحالي. وأشرك فوزي البنزرتي اللاعب بلال الزياني أساسيا في المباراة الودية ضد يوسف ياس برشيد، غير أن أرضية ملعب محمد بن جلون لم تسمح له بالحكم على مؤهلاته، لذلك إرساء اختباره في المباراة ضد الضيف الحسني الجديدي يوم غد الأربعاء. كما ستكون المباراة ضد الضيف الحسني الجديدي مناسبة أمام المدرب التونسي فوزي البنزرتي لاختبار الوافد الجديد منصف شراشم الذي التحق يوم الجمعة الماضي بتدريب النادي الأحمر. ويتوقع أن يشرك المدرب فوزي البنزرتي المهاجم غاكبو لوران جونيور الذي قرر إعادته لتدريب النادي الأحمر من أجل الوقوف على مؤهلاته البدنية والتقنية، وذلك بعدما كان خارج حساباته لخلافه مع سعيد الناصيري ورغبة الآخر في فسخ عقده أو إعارته لفريق آخر. ويبحث المدرب التونسي فوزي البنزرتي عن لاعبين في المستوى لتعزيز صفوف النادي الأحمر الذي ينافس على لقب البطولة الوطنية ودوري أبطال أفريقيا بالإضافة لكأس العرش خلال الموسم الكروي الحالي.
يأمل مسؤول نادي الوداد الرياضي في إنهاء تفاصيل انسيق الراحل إبراهيم نجم الدين مدافع الفريق الأحمر لصفوف نادي الدفاع الحسني الجديد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. واقترب نادي الدفاع الحسني الجديد من حسم صفقة المدافع إبراهيم نجم الدين وضمه لصفوفه خلال الميركاتو الشتوي الحالي، ولم تعد تفصله سوى جزئيات صغيرة من إنهاء التعاقد مع مدافع الوداد الرياضي خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما بات خارج اهتمام مدربه التونسي فوزي البنزرتي. وأوضحت مصادر مقربة من نادي الدفاع الحسني الجديد أن مسؤول هذا الأخير يتشبثون بضم مدافع الوداد الرياضي إبراهيم نجم الدين في صفقة انتقال نهائية، فيما يصر مسؤول النادي الأحمر على تسريحه حتى نهاية الموسم الكروي الحالي على سبيل الإعارة. يولي نادي الوداد الرياضي اهتمامه بضم الحسن دحدوح مهاجم نهضة الزمامرة ليكون ضمن الخيارات لدى النادي الأحمر خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وسيكون المدرب التونسي فوزي البنزرتي صاحب الكلمة الحاسمة بخصوص صفقة المهاجم الحسن دحدوح، وذلك بحسب قناعته ومتابعته له من خلال مباريات فريقه السابقة. وفي حال توجت الصفقة بالنجاح سيكون الحسن دحدوح ثالث لاعب من نهضة الزمامرة يوقع للوداد الرياضي خلال الموسم الكروي الحالي بعد كل من زكريا الكياني وأنس السرغات، كما سيكون ثاني صفقة للوداد الرياضي خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعدما ضم المهاجم منصف شراشم من فريق شباب أطلس خنيفرة. فجر المغربي محمد أوناجم لاعب نادي الزمالك المصري أزمة داخل فريقه بعدما رفض الراحل قبل الحصول على مستحقاته المتأخرة وفق ما ذكرته بعض الصحف المصرية. وأكد محمد أوناجم لمسؤولي الزمالك أنه لن يغادر النادي قبل التوصل بكل مستحقاته العالقة بذمة الفريق المصري، وأشارت بعض المعطيات أن محمد أوناجم متمسك بالحصول على كامل مستحقاته المتأخرة بالإضافة لما تبقى من عقده مع الزمالك، وذلك في حال تم الاستغناء عنه خلال الانتقالات الشتوية الحالية. ورفض محمد أوناجم كل العروض التي تصله عن طريق نادي الزمالك المصري، حيث فضل العودة لناديه السابق الوداد الرياضي خلال الميركاتو الشتوي الحالي وإكمال مشواره الكروي مع الفريق الأحمر. من جهته يسعى نادي الوداد الرياضي لانتداب جناح له خبرة كبيرة بالميادين، ويبدو أن محمد أوناجم هو الخيار الأمثل لتعويض رحيل إسماعيل الحداد بالإضافة لسد الخصص على مستوى هذا المركز الذي عانى منه الفريق خلال بداية الموسم الكروي الحالي.